حسنة وين كنتي يا أختي؟ هربانة خفيانة في الجبل، بدهم يقتلوا بطني يا نحس. تعالي يا أختي يا بنت أم وأبوي، تعالي يا أختي. ادعي اللي في يده وينتهي بالسلامة يا رب. قوي قوي. أختك فين؟ صاحب الأمانة استرد أمانته، أسعد عبد البديع أفندي. يعني إيه؟ يعني ماتت وهي بتولد. إيه؟ فين المولود؟ مات في بطنة. وانت هتحصر الاثنين وفتحت بوقك بكلمة، فاهمة؟ فاهمة فاهمة يا سياد البلد. غصب عنك يا جاموس البلد. كتب عليك البكا والنوح من ساعة ولادتك، هترضعي دموع وتتسطمي على شجن. الله يكون في عونك يا بنايتي. بس يا روح خال، بس يا وداد.
البلد زحمه كده على طول؟ لا بيه، يعود عليك الايام بخير. مولد سيدك الشيخ عمران. لا 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 سيد، انا غلطان يا بيه، احنا كلنا خدامين سيادتك. طب بص قدامك، بس بص قدامك، يسترها ربنا. عندنا على السلامه يا فندم. انزل انت. ايه الشويش الضاوع على سعاده البيه؟ انت شويش ولا رجوز يا بيه؟ ده البلد والمركز والدنيا كلتها من طزره سعادتك، وعلى راسهم البيه المامور مرضيش يروح غير لما يطمن على سعادتك. انت بتعمل ايه هنا؟ انا بظبط الامن، اصل في الزحمه اللي زي كده يا سعاده البيه يستوجب ان الحكومه تكون صاحيه. مولد يا سعاده البيه حراميه ونشالين، نضرجيه ومعفنين. مولد يا مولد، بس صاحبه مش غايب، كلنا موجودين يا سعاده البيه وكملت بجنابك. طب روح شوف شغلك. روح منور يا عصفور. اهلا سيد الرجاله. انت فاهم انها زادت عشان افندينا مسافر، تقوم تفرش من غير ترخيص من المركز؟ ها وده الترخيص؟ ايوه. فين الامضة؟ طب دي الامضة، فين الختم؟ كده الترخيص مستوفي. يا عرقسوس شبه وخمير يا عرقسوس. منكر، هتبيع منكر علنا؟ عرقسوس يا عصور، ايه اللي يثبت؟ ايه اللي يثبت؟ خفيف خفيف يا بو، جاي على الكيف يتقدم لاغلى ضيف. اللي فنجر يفنجر من جيبه، واللي معه قرش ابنه يزمر يا شويش مطاوع. قصدك ايه يا وداد؟ قفلنا التكايه وفتحنا الحساب، واللي يشرب يدفع، واللي ما يدفع ان شاء الله عنه ما طفى. الكلام ده ليه يعني يا وداد؟ بتهزر معاك يا اخوي، خليك معايا يعني يا ابو شبت. شبت انا ماليش معاك يا حكاوي، انت حيالله حته غزيه حرميت رجاله وخطفيت جيوب. ان كان على الرجاله هم فين يا حصره، وان كان على السرقه فنتحاسب بقى. اشهدوا يا عالم، اشهدوا يا خلق، حميها حراميها. انا شاريهم بفلوسي. فلوسك؟ المولد كله شايف وعارف مين اللي رامي بلاع على الخلق. ان ما وريتك يا وداد. بعد اذن سعادتك، انا ملاحظ من ساعه ما جيت انك ما بتتكلمش غير عن افندينا. امال عايزنا نتكلم عن مين؟ ما هو افندينا هو البلد، والبلد هي افندينا. البلد هي افندينا، وافندينا هو البلد. طبعا، وعشان كده مفيش غيره يستاهل ان احنا نتكلم عنه. طب والاهالي؟ الناس اهل البلد اللي احنا مكلفين بحمايتهم والسهر على راحتهم. لا من جهالي، اطمن، الراحه متوفره، واكلين شاربين نايمين بيتمرغوا في عز افندينا وخيره. مفيش مشاكل، مفيش حوادث، مفيش قضايا، وده طبعا راجع لحكمه افندينا اللي اصدر اوامره بضروره منع خروج الناس من بيوتها بعد صلاه العشاء. ده ايه الحكمه دي كلها؟ ما هو لو كل حكامنا اتصرفوا بالشكل ده والشعب سمع كلامهم كانت كل مشاكلنا اتحلت. مظبوط. امال مظبوط انت قلت ايه؟ بقول بمناسبه الكلام عن البيوت، اكون شاكر لو سعادتك دلتني على سكن مناسب. لا من جهه السكن ما تحملش هم، رجال الاداره سكنهم على افندينا. ازاي بقى؟ ايوه، هو اللي بينم عليهم بالسكن المناسب لمراكزهم. حكم البلد دي بما عليها ومن فيها ملك سموه، حتى النقل اللي احنا فيه ده مبنى المركز، الداخليه مأجراه من سموه وبتدفع له ايجار سنوي. ام عاد، ويا ترى سموه هينعم عليا امتى بالسكن المناسب؟ مع الاسف هو دلوقتي في رحلته السنويه بالصيد والقنص. حكم سموه صياد بارع وله باع كبير في ادغال افريقيا وبلاد السند والهند، ولذلك انت مضطر انك تبات حاليا في اوضه النبطشيه لحد ما يرجع سموه بالسلامه، ونطلب منه انه يتعطف. على العموم انا رافض تعطفه، لان اكرم لي ابات في النبطشيه عم احس ان افندينا له فضل عليا. ايه ده؟ حد يقول الكلام ده؟ انا، لان ده مبدئي لازم تغيره.
لو كنت اقدر اغيره كان في حاجات كتير قوي اتغيرت في حياتي. عن اذنك. تعظيمات احترامات ابوك الباشا عاش 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 وابونا السقامات امان 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 بيصطادم طيور وايضا نمور بيصطادم طيور وايضا نمور ذنبكم مغفور ذنبنا عقوبات هكذا 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 الحياة هكذا أمان 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 سلامات يا فندم سلامات يا برنس العالي سلامات اسمع انت وهو وهي وهو اقرأوا من الستة أسماء مأكولة ظريفات خفيفات على معدة ظلمة محشي أمان أمان كوسة محشي أمان أمان خروف محشي أمان أمان بتنجان محشي بطاطس محشي 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 معقول مأكولات خفيفة اسمع عبدو بعد انتهاء حفلات عشاء تقدم بواقي مأكولات لكلاب حراسات باخي يحرق بقول يا فندينا ها ما نفرجوا على الناس فرع الناس مجنون انت عبدو فلاح لازم يكون فلاح عبدو جوعان ياكل نباتات خفيفات على معدات عبدو اكل لحومات فلاح عبدو خطر على صحات يعمل تلبكات معدات عبدو الله ها الله على الحكم قول يا بندينا قول منكم نستفيد الله يخليك ويطول عمرك وتعيش وتتهنى امال ايه ايه عبدو ايه انشرح عبدو انشرح افندينا سعادة البير مأمور طالب السماح بمقابلة سموك سامحنا حاضر يا ألف حمد لله على سلامة أفندينا المركز ونواحي المركز فج بالنور لتشريف سموك ازيك مأمور حزين حزن الأرامل يا أفندينا أرامل؟ لأني ما كنتش في شرف استقبال سموك تقصير إهمال لازم أخاف العفو والسماحة أفندينا ما كنتش أعرف معاد الوصول مرة تاني يحصل تقصير يحصل إهمال أها ممكن يحصل عقاب تنقلات أيضا تنقلات؟ أنا يا فندينا نعم ممكن كمان جبال طور طور يا فندينا ده أنا حموي مين يخدمك على مستوى إخلاصي؟ أي مغفل مأمور مركز ممكن يجي يخدم يا فندينا ممكن يمشي ينصرف طب بس كنت عايز أستأذن أفندينا في موضوع الضابط الجديد بعدين أصل يعني عشان موضوع سكن بكرة في احتفال كبير أمر أفندينا أسياد بلد حيكون موجود عايز نظافات عايز نظام عايز أمن تمام تمام أفندينا علشان يعرفوا أفندينا أحكم بلد مظبوط ممكن ينزل أمن تمام مغفل مأمور مركز سلام يا ابوي سلام يا ابوه افندينا وشه في الحيط وجفه لينا تتمجلتي على افندينا اوداد طب هقول له
ابو العم لو عايز تبسط افندينا تقول له ايه؟ اقول له ايه اسماعيل؟ تقول له ولا كل من لبس العمامه يزينها، ولا كل من شال الحسام سياف، ولا كل من حمل الاماره يصونها، ازاي يحملوها بغل؟ الله الله الكلام ده اسماعيل يا ابو السباع. وقول لافنديكو ده انه كمل انت بقى. طيب هتشوفوا ايه اللي هيجرركم يا حوش. المفندينا مسح بيكم الارض. الود فيهم ما لقاش، سابهم واندر علينا وما استناش، قال راجع علينا التاني يروق الاناني، قال راجع علينا التاني يروق الاناني، راجع علينا التاني يروق الاناني. فاكرنا ايه؟ فاكرنا ايه لعبه في ايده ما خلاص عايش ايدنا سيده، فاكرنا ايه لعبه في ايده ما خلاص عايش ايدنا سيده. زمان زمان يا حبيبي غير دلوقتي، خوان خوان وجرح الخوان بسيط، لا عايز طبيب ولا مدوية، بيروح ما بيه رمشت عينيا، بل عايز طبيب ولا مدوية، بيروح ما بين رمشت عينيا. Quelle nouvelle, Nicole? Ah, la belle, hein? Comment allez-vous, monsieur? Ça va bien? Sous!
انا كنت حزن على الاول لو سمعت كلام مراتي ورجعت تاني من غير ما اشوفك. ترجع عامل ايه؟ وشمائي تريبهم دي اللي يبكو دي موتون اللي يدي زنمود اللي يدي شوفال اللي يدي زن اللي يدي بيزان. Je suis passé avec la voiture par force. Pardon, Jean. Abdou! باشا بيقول بلد مدخل بلد زحمة ايه خرجناش بالليل عم؟ اصل الفرح وصل مع ركاب سموة. شوف قدرة ربنا، اول ليلة سموة تنزل فيها البلد تكون ليلة مولد الشيخ عمران. مفيش عمران، مفيش رمان. ايوه افندينا بس مفيش، بس مفيش زحمة، مفيش مولد. نفض المولد، فضوا مولد، نفضه. انا لا هفض المولد ولا هقطع ارزاق الناس يا جناب المأمور. وتقطع رزقك؟ هو رزقي في ايد افندينا؟ مش هو اللي بيدفع لك ماهيتك؟ انا باخد ماهيتي من الضرايب اللي بيدفعها الناس دول، باخدها عشان احميهم مش عشان اقرفهم واضربهم. يا حسن افندي ما تزنش على خراب عيشك اكتر من كده. تقصد ايه؟ اقصد يعني لولا لمطتك ما كنتش بقيت كده. شوف انت فين وبقيت دفعتك فين، وانت عارف كويس دوسيهك في الوزاره مكتوب فيه ايه. مكتوب فيه اللي يشرفني واللي يشرفك يا حضره الضابط ينقلوك بالقاهره لنجا حمادي. عايز يودوك فين بعد كده؟ ما يهمنيش، يجيبوني هنا يودوني توكر الشلال كلها مصر، لكن ارفع ايدي على واحد من اهل بلدي لا. افهم من كده انك ممتنع عن تنفيذ اوامر افندينا؟ انا كنت متاكد من ذكاء سعادتك. الظاهر يا حسن افندي انك استحليت النومه في اوضه النبطشيه. العموم ده مش مهم، انا هتصرف بنفسي، بس لينا كلام تاني مع بعض. اسمك ايه؟
وداد. تشتغل ايه؟ غازية بلغة اهل البندر رقاصة. انا بسألها هي. الكلام اللي بيقوله شاويش مطوع ده صحيح؟ مطوع قادر يخلي القبيح مليح ويحول الذهب لصفيح لاجل يملى كرشه. يعني ايه؟ اعمل فرد على المولد واللي فيه يا بيه. فرد؟ كدابة يا بيه. اسكت انت. كده مد يدك في جيبه وشوف ايش فيه لاجل تعرف مين فينا اللي كذاب. اللي في جيبك؟ طلع. حاضر يا بيه، حاضر يا بيه. شوية حمص للولاد، حمص للولاد. وايه اللي في جيبك التاني؟ بالعلاقة. طلع. حاضر يا بيه، حاضر يا بيه. منبار لام العيال. الله يكسبك. اروح ناكل منبار يا عيال. اركب لي يا حبيب المعروف. اعمل معروف يا بيه، اعمل معروف. افتح. حاضر يا بيه. افتح. حاضر. افتح يا هدانة. لأم العيال حرام، لأم العيال. استنى يا بيه استنى، ولسه المستخبي. يا مستخبي، شوف المستخبي يا بيه. يلا تابوش، يلا تابوش. تأميري يا بيه. الله يعان. وده ايه ده؟ صوابع لحم وبيض وليمون. رشوة. رشوتي ايه يا بيه؟ يا بيه ده مولد هنستناه من سنة للسنة، ودي فاجرة يا بيه، فاجرة وعامل لها محضرين قبل كده، موجع كل رجالة البلد مع نساويلهم، وعند شهود، كل نساويل البلد مستعدة تشهد عليها دلوقتي. نسوان البلد كلك عواد قصبناش فيه، معاصعص. مش ذنب ان كان عودي طاري بيسحر الرجال. اتلام يا بنت انت، خد على الحجز، وانت بقى لك حساب تاني معايا بعدين. حساب يا باي. تسيب الظالم وتحبس المظلوم كيف؟ النيابة هتحقق معاكي، ان كنت بريء هتفرج عنك. يلا خدها. اتلحلحي. وداد خالتي، وداد يا حبيبتي، واخدها ورايح على وين يا اخوي؟ يعني حكون رايح على وين؟ حفسحها في بلاد برا على الحجز. الحجز يا ولية. عقبالك. امشي يا حرام. اكسوني وسيبوها. وداد هي اللي حتبين في الداري، وداد هي اللي حتكشف المستخبي. آه يا مستخبي. خشي امشي. Too many problems. كينج فاروق عمل مشاكل كتير لإمبراطورية بريطانيا. أصله ما عندوش إكسبيرينس كفاية مع إنترناشونال بوليسي. We try to help him عشان يحتفظ بعرش مصر، لكن هو للأسف مش بيساعد سياسة بريطانيا. This is true. My friends. He's still young. لازم بريطانيا تعلمه. فهم البوليتكس إنترناشونال. كمان الوقت ضده. كمان بريطانيا مش لازم يساعد الوقت. No. كمان context. Must be the اتصال لازم يكون Buckingham Palace. Direct. عبدين. عصر عبدين. You are right.
خالتك نعسم شيعالك العشاء. خذي. لو طططت راسك شويه بس. ده انا مطاوع يا بنت. الشويش مطاوع اللي تتهز النجوم فوق اكتاف اصحابها. ده انا واعي واعي رجوي. يا ولاد تبقيش مخ نار على عمود ملبن. طف النار ودوقين الملبن. قولي اه. قولي اه واني افتح لك الحج على وسعه كله. خد المساجين معاك. حنشطبه. حنقلبها لك تراتره. غني فيه. ارقصي فيه. بس قولي اه. لو شاري نفسك غور من قدام السعادة. والله مليح الدلع لما يبقى لايق على صاحبك. وانت لايقة وعايقة ورايقة. اختصر وقول. عايز منيش بصريح العبارة؟ دلعيني. دلعيني ان شاء الله حتى دلع ماسخ. قوليلي يا نتي. ارقصيلي. ارقصيلي انا لوحدي. وداد ما ترقص لامثالك يا عرة الرجالة. يا خدام القرش والريال. اعني يا فاجرة. هو ده اللي في وسعك تتعافى على الحريم يا قلم الحريم؟ ما انت اللي عصيان يا امتاز. يا ولاد ده انا راجل طيب وقلب رهيف. اديني بوسك. ابعد عني يا نفسي يا جبان. طب استلقى وعدك يا بتاعت الموالد والاسواق. تعالي ابعد عني. ابعد عني. ابعد عني يا لهش عرض الولاي. يا كلب يا فحراش. الحقيني يا مار. اختطوني يا هو. اختطوني ليه؟ الحقيني يا نار. تعالي كلب يا كمان. تعالى انت بقول بتحاول التحقيق. انصاف. كتر خيرك يا حضرة الضابط. انا في اوضه النبطشيه. لو حد ضايقك ابقى انديلي. الهي يستر عرضك. سياسة سياسة سلو. سياسة المضبوط. رايت بوليتكس. يو تمالي سياسة سياسة سياسة. نو 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 حاجة تاني حاجة حلوة. شيري هانيم تحبي نتكلم في ايه تاني؟ مزيكا دانس وبعدين باليه. باليه باليه اللي يدو باليه. في باليه جاي حالا من اوروبا. نو بلاش باليه. احنا عاوزين اورينتال دانس. فولكلور. فولكلور. عبدو. عبد البديع طلب حضرتك في امر عاجل وهام. زي عبد البديع مين؟ وكيل افندينا يا بيه. طيب انا جاي. لا مؤاخذة يا حضرة الضابط أزعجناك. تحت أمرك. البت وداد. مازية؟ أيوة أفندينا عايزها. عايزها؟ عايزها ترقص لمعازيمه. كان بودي إني أحقق لسمو البرنس رغبته. لكن للأسف الشديد ما أقدرش. نعم. ما تقدرش إيه؟ البنت اللي بتتكلم عنها دي محجوزة على ذمة قضية. ولا يمكن تخرج الا بقرار من النيابه. نيابه ايه يا حضره الضابط؟ ده افندينا. ما هو عشان افندينا يبقى لازم يحترم القانون. ولازم يفهم ان القانون بيسوي بين الناس وبعضها. الامير زي الغفير. الامير زي الغفير؟ يعني ايه؟ يبقى كله جاموس. ازاي ولاد ضابط يتجرأ يرفض اوامر افندينا؟ معاش اللي يتجرأ على اوامر افندينا. واصل يعني اللي شايف نفسه حبتين. لكن انا بقى هوقف عند حده. مش مهم حده، مهم رقاصة. خلاص افندينا اذا كان على الرقاصة انزل انا اسيوط اجيب واحدة واجي. اسيوط؟ اسيوط فين؟ ناجي حمادي فين؟ حيوان. روق سموك. روق يا افندينا. عشان خاطر ضيوفك. بلاد باظ
سفير بلاد مصر، اطلب مغفل مأمور مركز. مين الحيوان اللي بيكلمني الساعه دي؟ الو، انت مين يا غبي؟ مين؟ مين؟ لا يا فندينا، ده انا اللي غبي، انا غبي ومتخلف كمان. اي خدمه، اي اوامر، اي معلش يا فندينا، ارجوك امسحها في دقني المره دي. معلش، ده ضابط جديد في البلد لسه ما يعرفش الاصول، لكن ارجو سموك، بس ارجو سموك انك تثق في اني هصلح كل شيء بنفسي حالا دلوقتي يا فندينا. حصل حاجه يا حموي؟ بسلامه الضابط الجديد، عايز يعمل فيها بطل، بيتحدى اوامر يا فندينا. تعرفش ان كلمه من سموه ممكن تنقله وتنقلني لاخر الدنيا؟ مش كده وبس، ده ممكن ينقل ناجي حمادي ذات نفسيها من على خريطه القط المصري. ده وقته يا تفريده. انا قلت قبل كده ان وداد الغازيه اتدونت في سجلات الحوادث، ومفيش قوه في الدنيا تقدر تخرجها غير وكيل النيابه، واظن سعادتك عارف ان القانون هو اللي بيقول كده. رغبات افندينا واوامره هي القانون، واللي يخالف اوامر افندينا يبقى خارج عن القانون. ازاي ده؟ اي افهمك، مولانا الملك المعظم هو مصدر كل السلطات، وافندينا قريبه، يعني هو ومولانا والسلطه شيء واحد، واحنا خدامين السلطه. عمر الاصاله المصريه ما كانت في خدمه السلطه الا اذا كانت السلطه دي في خدمه الشعب. اما خادم السلطه اللي بتتكلم عنها دي ما اسموش خادم، ده اسمه خاين. الواقع يحتم عليك وعليا قبل منك ان احنا نطنش نطاطي، لان في بلدنا دي وفي وقتنا ده الراس اللي بتعلى لابد من قطعه. لا يا سعاده المامور، اكرم للبني ادم انه يموت وراسه مرفوعه ولا يعيش وهي مدفونه في التراب. ارجوك بلاش الكلام الخطير ده، وعلى العموم انا هتحمل المسؤوليه، انا هاخد البنت الغازيه بنفسي اوصلها لحد سرايه افندينا، وانا برضو اللي هرجعها التخشيبه تاني، وهثبت لك ان القانون لا هيسمع ولا هيشوف. جايز القانون يكون دلوقتي لا بيسمع ولا بيشوف، لانه في خدمه مولانا بس، لكن انا بحذرك من اليوم اللي هيبقى فيه القانون في خدمه الكل، ساعتها اي بني ادم مهما عالي مكانه هيبقى حسابه عسير، عسير قوي. مش خارجي، مش متعطى من هاني وبمزاجي. انت بتعرضيني يا بنت؟ انت مش عارفه بتكلمي مين؟ سعاده المأمور، بس انا مش عسكري عندك، انا متهمه، وبيني وبينك الحج والنيابه والجنون وبمزاجي. قانون ايه؟ ايه حكايه القانون دي؟ ايه اللي جرى للبلد دي؟ وركب عفريت اسمه القانون؟ الله يخرب بيتك يا مطاوع، ايه اللي خلاك تجيب المصيبه دي هنا هو انا ناقص؟ اسمعي يا بنت، اسمي وداد. وداد مش وداد، انت تنفذي اللي اقولك عليه وبس. انا مش جاري عندك تسحبني وراك وين ما تروح. ما تضطرنيش استعمل معاك القوة. هي مستجوة ربك اجوة. امشي قدامي. اوعى ما تلبسنيش، انا خارجي. بس خروجي ده ما هيعديش بالسهل، واصل يا جناب المأمور وهتشوف. والله يا عيال، حتة بنتي غازية في مولد بتهددني. انا ده انا اتهزقت بقى، ده انا ما بقتش مأمور، ده انا ما عصرتش غفير. أنا في غاية الأسف يا فندينا عن تأخيري في تلبيه طلب سموك. أنت الغازية خدمتك يا فندينا، تعرفي تغني تروسي عشان الضيوف؟ زي ما جنابك بتعرف تمسك الكرباج لخلق الله. قطع لسانك، بتحاول تلطف الجو قدام أفندينا. عظيم عظيم، يلا غني ارقصي عشان اسيادك ينبسط. لا هغني ولا هرقص. انا بأمرك يا بنت. امر عساكرك، اوامرك ما تمشيش على وسطي.
ترقص تغني غزية عشان فلوس مثلا؟ فلوس؟ فلوس ايه يا فندينا؟ ده شرف ليه انها ترقص قدام سموك وضيوف سموك. طب ده انا لولا الروماتيزم اللي عندي كنت لا مأمور، لا لا لا، انت غزية ايه طلباتك عشان تغني ترقصي؟ ها؟ عايز المولد يرجع عشان الناس تسترزق يا كبير البلد. شروط يعني؟ غزية تفرض شروط على افندينا؟ يا اختي خفت ارتعشت، الحقيني يا امار. حاسب خف على نفسك لا يطاكلك عرق. نفذي اوامر افندينا يا بنت. لو ما نفذت مطلوبي مش هارقص. لازم عقاب، لازم قربك. ولا المشنقة هتهزني، ده بمزاجي. حضرات ضيوف افاضل، عاوزين تشوفوا غزية ترقص تغني؟ حضرت مأمور، نفذ أوامر، رجع مولد ويجيب لي فرقتي وغير توبي. أفضل أفضل، ممكن واحد توب أحمر. Ready?
على كيفي اغني على كيفي على الوتر اللي بيعلي كيفي الوتر اللي بيعجب كيفي سلامة من غير ما ينقص منها حتة. كان هتعمل لي مشكلة مع فندينا غير مشكلتي انا معاك. الهانم رفض ترقص غير لما يرجع المول التاني. وهو رجع المول التاني. تصور. الحمد لله يا نادم قضت على خير. وادي مطاوع. خد البيت دي رجعها الحجز تاني. استنى انت. مطاوع موقوف. انا حولته للتحقيق. يا ابوك انا مش فايق لك. بكرة الصبح هسوي لك كل حاجة. أنا دلوقتي مش قادر أصلب طولي، عايز أنام، عايز أنام. تصبح على خير. انصراف. تعالي. عاد جمار خلصينا. استني مشي وقف انا حطلع بيها على النيابه انصراف انت امشي ومار يا فندم مراحب مراحب يا مستخبي قدامي قدامي علم على فين يا مطاوع؟ راح اودي المتهمة دي النيابة. أنا عارف. بس أفندينا أدى أوامر للمأمور إن أنا أوديها بنفسي للنيابة. أفندينا أدى أوامر للباشا المأمور. أمال إيه؟ إيه؟ أوامر أفندينا. استلم. استلم. تفضل. تفضل يا بنتي. تفضلي. تمشي بلاش نكاح كف يدك عني يا عوان دلوقتي النيابه هتاخدني حق منك طب تعالى تخش على جباكي شخصياً
انت هنا بتعمل ايش؟ انا هنا البوليس، الكراكول، القانون، النيابة، كل حاجة. يا بوي انت كل حاجة؟ يعني اشتكيك لروحة؟ كل حاجة، كل حاجة هنا ملكي. الناس بتاعتي مش كده يا عمو؟ كل اللي هنا ملكك، من الناس للجاموس. عظيم، انت كمان ملكي. انا ملك اللي خلقني. محضر عبدو، اكتب. جاهز افندينا. انت ازاي تسمحي لنفسك تعجبيني؟ اكرهني. امبوسيبل، ما اقدرش. اقتلني. خسارة ولاد، خسارة. انا حكمت عليكي ولازم تنفذي الامر. اللي هو ايه؟ لا مؤاخذة، تيجي حضن النيابة. طب امشي انا بقى عشان النيابة تاخد راحتها. يكون احسن يا عبدو، يكون احسن. مقولكماش الباب ده لو انقفل عليا وعليه مش هينفتح الا على جبتة غرقانة بدمع. على بنتها. سيبها يا عبدو، سيبها يا عبدو. انا احب الدم اوي وداد. ساعتها لا هتقدر تحب ولا تكره، لان راسك هتبقى في ناحية وجيتك في الناحية التانية. متوحشة وداد. انا كده احبك قوي وداد، احبك قوي. سيبها عبدو. وداد ان هي امرت انت براعة. وداد براعة، براعة. براعة. ما انا كنت جايبها ليه يا فني؟ عشان عجبتني يا عبدو وعاوز العبها يا عبدو. عارف يا عبدو القط لما يلعب مع الفار قبل ما ياكله؟ انا عايز العب معاها، والعب معاها لغايه ما تتعب، تتعب واروح واكلها كلها يا عبدو، كلها، ما اسيبش فيها ولا حته. هم 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 هم. حلوه حلوه يا فنانة دكتور فار. زي النعجة والخروف. خروف ظريف يا عبدو، ظريف. ظريف ولد، ظريف. خروف فندينا، خروف فندينا. اهلا وسهلا يا فندينا. اهلا وسهلا يا هاني. ايه الاخبار يا عبدو؟ كله تمام يا فندينا، كله تمام يا فندينا. ان شاء الله هلم الرجاله يجمع القصب كله من بكره. ليه بكره يا عبدو؟ بلاك اسنان، لازم كرباج. خلاص يا فندينا، بالكرباج، بالكرباج. فاكر سموك الواد اسماعيل ابو السباع؟ حيوان ده مش عاوز يبيع خمس فدادين. مش كده وبس يا فندينا، ده من يوم سموك ما دخلت البيت الغازيه القصر وهو هو ايه يا عبدو؟ بيقول كلام. كلام ايه يا عبدو؟ كلام فارغ يا فندينا، مالي بيه البلد. خلت الناس تفهم ان الغازيه عملت عمايل ما عملهاش ابو زيد الهلالي. ابو زيد الهلالي ده فلاح هنا يا عبدو؟ لا يا فندينا، ده زي عنتر ابن شداد. عبدو اسماعيل ابو السباع لازم عقاب، كمان ابو زيد الهلالي عنتر ابن شداد كمان عقاب، كله بكرباج. وعنتر ابن شداد اضربه ازاي بقى؟ ايه الابات؟ حصل حاجه؟ لا بس خايفه. ها
هتسيبني ايه؟ يا خرب بيتك يا كابر، يا خرب بيتك يا كابر، جاب لك واحد من دول يا ابو شويه فلاحين حيوانات ماشيين في الطريق بتاع مدينة، لازم ادوس بالاوتوموبيل. ها فندينا لازم يدفع العوض للراجل الغلبان صاحب الجاموسه، البلد كلها شافته وهو هيدس. يا ابو السباع اهدى كده وافهمني، اللي بتطلبه ده مستحيل. مين اللي يقدر يقول لافندينا الكلام ده؟ انا يا فندم. انت؟ ما دام مفيش حد قادر يواجه البرنس بغلطته، انا هقوم بالمهمه دي. طب اتفضل انت اسماعيل، وطمن الاهالي ان احنا هنقوم باللازم. احنا مهمتنا حمايه الاهالي والحفاظ على ممتلكاته. اتفضل انت بالسلامه. ايه يا حسن فندم اللي انت عملته ده؟ ازاي تواب الجرابيع دول على كلامهم؟ دول مش جرابيع، دول اصحاب حق. ايه وباطل ايه؟ انت كده بتخليهم يعضوا فينا، وبالطريقه دي مش هنعرف نوقفهم عند حدهم. البرنس هو اللي لازم يقف عند حده. وقت صوتك ما توديناش في داهيه. البرنس غلط ولازم يصلح غلطته. انا هروح له وهعرض عليه ننهي الموضوع ودي، بدل ما نعرضه على النيابه. نيابه ايه؟ نيابه ايه؟ انت مش عايز تاكل عيش؟ من عرق جبيني مش من دم الناس. انا اذنك. دي مصيبه ايه؟ انا كنت عملت ايه عشان المصايب تكر على دماغي بالشكل ده؟ لازم فعلا حد عمل لي عمل وانا خطيت عليه. ده في ايده مراتي قالت لي كده وانا ما صدقتهاش. افندينا هيقابلك فوق، اتفضل. ادخل. سبب زيارة؟ أنا جاي أطلب من سموك إننا نسوي الموضوع. موضوع إيه؟ موضوع الراجل اللي قتلت جاموسته بأوتوموبيل سموك. أها، عاوز إيه؟ يكون أفضل لو سموك دفعت له تمن الجاموسة. سمعت دي تالي؟ أعمل إيه كمان؟ ها؟ كلم. تدفع للراجل تمن جاموسته. ولو امرت انا انت تدفع مش افندينا. انا نسيت ان مرتبك ما يكفيش تشتري اتنين ارنب. اذا كان فلاح مسكين صاحب جاموس فقير، ممكن اجمع فلوس من اهل البلد بدل ما انت قاعد تقبض مرتبات. اولا انا مش موظف عند سموك، ثانيا انا ما عنديش مانع ادفع للراجل تمن الجاموسه من مرتبي، بس مش هو ده الحل الصح. لو سموك رفضت تنفذ الحل العادل، انا بقى مضطر انفذ القانون واحولك للنيابه. مجنون. نيابه كراكول بوليس معمول عشان فلاح زيك. والله انا يعني شرفني اني اكون فلاح. اسمع فلاح، كل شيء هنا ملك افندينا، ملكي انا. ممكن اعمل كل حاجه زي ما انا عاوز. اذا انا اسف لاني عطلتك عن الكفاح لرفع مستوى البلد. على الاتهام الموجه الى القائم مقام حسن نصر الدين بعدم تنفيذ الامر الصادر له باطلاق النار على المتظاهرين، مما ادى الى انتشار المظاهرات الممارضه لجلاله الملك فاروق المعظم
فقد قرر مجلس التأديب العسكري الآتي: واحد، تخفيض رتبته من قائد مقام إلى جباشي. اثنين، إيقاف ترقياته لمدة 5 سنوات. ثلاثة، نقله إلى نجا حمادي. أربعة، إنذاره بالفصل من الخدمة. يا حضرة فندي، يا حضرة الضابط. أيوة يا سعادة. أنا في كلمتين واقفين على جلد وعايز أقولهم لك عشان أريح ضميري. اتفضل قول. بقول يعني مش يكون أحسن لك لو مشيت أمورك مع أفندينا؟ يعني إيه أمشي حالي؟ أنت عارف أنت بتكلم مين؟ عارف يا حسن أفندي، دي ناس اتخلقت عشان تكون فوق وإحنا تحت رجليهم. بلاش كلام فارغ، عايزهم يدوسونا وما نقولش لأ. ولو قلت مين هيسمعك؟ يا عم مش أمورك، أفندينا حينفعك، يقدر يديلك سكن، يجيب لك علاوة، يجيب لك ترقية. ومين قالك إن أنا عايز أترقى؟ أنا كده كويس. خلاص أنا قلت لك الكلمتين دول وكان غرضي تسمع كلامي. أنا خايف عليك، أنت عندي زي واحد من إخواتي. لو كنت أنت ترضى إن إخواتك يعيشوا تحت رجلين أفندينا، أنا مرضاش لنفسي ولا لأي مخلوق. فاهم يا سي عبده؟ فاهم يا حسن أفندي. أمال إيه؟ حسن أفندي ده راجل شهم وأصيل، عارف إنه مقابلته لأفندينا وقفته قصاده هتضره، لكن ما هموش وراح له، مع إني قبل كده محدش قدر يقف قصاده ولا يقول له تلت التلاتة كام. عشان كده ما هوش يديه سكن، يبقى لازم نساعده. كيف؟ الضابط وصل. السلام عليكم يا رجالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملت إيه يا بيه؟ قلبنا معاك. للأسف ما قدرتش اوصل معاه لاي نتيجه. والحل ايه يا بيه؟ مفيش قدامكم غير القانون. الله. عايزين ترفعوا قضيه على فندينا؟ وليه لا؟ هو فندينا اكبر من القانون؟ انا متاكد انكم لو ما خفتوش واستعملتوا حقكم القانون هيقف معاكم والراجل هياخد حقه. بس اهم حاجه تشيلوا الخوف من قلوبكم، ولابد كل شيء له بدايه. والقانون ممكن يرد الروح للجاموسة اللي فقصت يا حضرة الضابط؟ ولو البرنس خرج لي عين، القانون حيرجعني نور عيني؟ قصدك ايه يا وداد؟ عمر البكا والنوح ما راجع حق، واللي له شي لابد ينوله بدراعه ويده مش بالقانون. لا يا وداد، القوة لها وقت، واحنا اللي لازم نحدد الوقت ده والا نبقى خسرنا. قالوا لي القرد حنسخطك، قال ايش؟ هتعملوني غزال؟ هيجرالنا ايه اكتر من اللي حاصل واللي جاري يا حضرة الضابط؟ مش وقته، اسمعوا كلامي عشان حقوقكم ما تضيعش. نقف قصاده بسلاح القانون. الله عال يا الزمن، هي حصلت ان كلابها تقوم على سباعها بقى البت وداد الغزية تقاوم الناس على فندينا. والمصيبة بس عبد يا فندي انهم وافقوا لي على قولها. يا بقالها كمان كلام يتقال وينسمع. الله عالي يا جاموس البلد. نحنلاقيها من وداد الغزية ولا من الضابط الجديد يا حسن افندي؟ جاموس. اتفضلي. عواف. اهلا يا وداد. مش عارضلك، جايب كلمتين وماشي طوالي. خير؟ انا واخدة على خاطري منك. مني انا؟ كلامي في القهوة عن افندينا ملوش على قلبك، حسيت انك متضايق. لاني خايف عليك. بتخاف ليه؟ مش قلت لي انك هتقف جنبي؟ انا ملاحظ انك بتتكلمي زي ما تكوني من اهل البلد، مع ان انتي غريب. لا دار لي ولا وطن. ما هو الظلم ملوش دار واحده ولا ارض واحده، انعام بيعم على الكل. انا شفت كتير، فتحت عيني على الظلم، شفت ناس بتبيع ضناها عشان اللقمه
وناس بتبيع عرضها عشان حيطة تداريها. شفت الكلاب بتتعامل أحسن من بني آدم. شفت ده كله وحسيت بوجعته. كان طول عمري نفسي ألاقي الراجل اللي يقدر يقف للظالم ويقول له كفاياك ظلم. عشت طول عمري أحلم بيه. ولما لقيتك حسيت إن ربنا استجاب لدعوتي وبعتك ليا وللناس الغلابة. عشان كده هقف جنبك ومعاك حتى لو كانت تمن عمري. تعالي يا ولاد. هي يا ولاد أنا كل ما بعرفك أكتر بحترمك أكتر. معقولة واحد زيك أنت تعجبه واحدة زي أنا غزية؟ العبرة بالقلوب يا وداد، وانت قلبك دهب. ما قلت ليش عامل ايه في عيشتك هنا؟ تعبان، مشكلة السكن مضايقاني شوية. ولا يهمك، هدبر لك سكن يليق بمقامك. معقولة؟ اذا كان المأمور نفسه ما يقدرش. اهل البلد بيحبوك قوي، وان ما لقوا لكش سكن تعيش فيه هيسكنوك في قلوبهم ويكفروا عليك برموشهم. دي عجباني اخدها. فين؟ ايوه بس طيب لو سمحت انتظري في الصالون. شكرا. في عين من جاموس البلد خد مراته وولاده وقعدوا في دار نسيبه. طب وانا مالي ومالي كده؟ اصله ساب سكنه الحسن افندي. ايه اللي وزت الراجل على كده؟ البنت وداد الغزية. ايوه، وهي اللي شايله الظابط على دماغها وزعجة. البنت دي حكايتها ايه بالظبط؟ تتحداني يا رام؟ لا عاشت ولا بقت. انا هاخد شويه غفر وارمي هي واهلها بره البلد. لا ما تطردهاش، البنت دي ابتدت تعجبني. كلك نظر يا فندينا، فيها حاجة اوريجينال غير كل الستات اللي عرفتهم في حياتي، وعشان كده انا عاوز اكلها. تمام. بلانا والشفة يا فندينا. بس المهم إيفيت لازم تبعد عن هنا كام يوم. لا طخها يا فندينا. أنا بقول تبعد يا حيوان مش تقتلها. أصلها غير عليا أوي وتحبني أوي. عندها حق يا فندينا. إذا كنا إحنا بنغير عليه. أنتوا؟ أمال إيه؟ إيه؟ إيه يا عبدو إيه؟ ظريف يا عبدو. أهلا يا العواف. اهلا. الاكله اللي طلبتها وادي باقي فلوسك. متشكر يا وداد، بس انا خايف كده اكون بتعبك. انت ده الود ودي يكون لي قلبين على قلب اختمك بيه. متشكر قوي يا وداد، كتر خيرك. مش خايف على صدرك من الهوا؟ وهو الهوا بيخوف يا وداد. آه ده ويل الهوى وليل. الليلة فيه سنتين والدمعة فيه بحرين. لا طب ينفع فيه ولا نبين زي ده لو فيه تعب، إنما لو كان اللي معرض صدره للهوى مرتاح منه يبقى انكتب له الهنا وتفوت في لحظة السنة ولا يشوفش الضنا. وده ده أنا عايز أقولك إني قول انا سمعاك ويا ريتنا نور رضاك. انت ايش؟ انا لازم امشي حالا لاني عندي شغل مهم. انا حستناك، هنضف لك البيت اخليه لك زي الفل لون قلبك الصافي.
روح رب العباد يحميك ومن عداك ينجيك. لا لا يا تفيدة، انا برضه اقول لك احشي البط حمام. لا انا قلت لك البط تحمريه والحمام تحشيه. الواد مطوع جاب لك الفريك، انا اديته 5 سنين، جاب لك قد ايه؟ شوال شوال الفريق ب5 سنين، ما رجعلكيش الباقي. شوف الحرامي. صباح الخير يا فندم. طب مع السلامه دلوقتي. اهلا صباح النور. اتفضل اقعد يا حسن افندي. الف مبروك يا سيدي، اديك اهو نلت الرضا السامي وهترتاح يومين من ناجي حمد. مش فاهم قصدي سعادتك. طبعا عارف الست ايفيت. مين يا فندم؟ مدام ايفيت البوي فريند بتاع افندينا. طالبه يا سيدي تزور الاقصر، ومين هيبقى مرافق معاها في الرحله دي؟ مين؟ انت. افندينا اختارك انت بنفسه. يا فندم انا شغلتي ضابط مش ترجمان. يعني ايه؟ بقول لك افندينا هو اللي اختارك بنفسه. وانا رافض. لاحظ ان من ضمن واجباتنا حمايه الاجانب، ومدام ايفيت دي اجنبيه يعني لازم تكون تحت الحمايه والملاحظه مننا، وانا كلفتك بالمهمه دي. يا فندم انت ضابط وده امر ولازم تنفذه. الليل مش هيطول، لازم يطلع له الصبح، وساعتها الحساب هيبقى كبير قوي. عن اذنك. صباح الخير. صبحك بالخير يا عبد البديع افندي. وليه الطناش ده يا وداد؟ ما تردي حتى السلام. من غير لف ولا دوران قول عايزاه. مش انا اللي عايزك، ده فندينا اللي عايزك ترقصي له. مش راكصه ومش رايح، انا مش جاري عنده وديني وجيبني على كيفه. بمزاجي وعلى كيف كيفي. يا بنتي ما تبقيش فقريه، ده عز. يغور العز لو من يماتكم. حالنا يا عبد البديع افندي. تفضيك الساعة لما افندينا يرضى عليكم. ما شفنا من رضاء الا خراب الديار وموت الحبايب يا عبد البديع افندي. ناعسة. قفل على القديمة تتحيش. أنا ساكتة وحاطة في خشمي حجر صوالي وما بتكلمش يا عبد البديع افندي. ويعني؟ ما هو لازم كده، لازم كده. شايف العربوني اللي بعتهولك افندينا قد ايه يا وداد؟ ولا ما هي مامور المركز نفسه؟ عارف الفلوس دي تحطها فين يا عبد البديع افندي؟ فين يا وداد؟ في جيبك. يعني ايه يا بنت؟ تستكبر عليا؟ انت اجريه، بتروحي اللي بيدفع. بمزاجي. مفيش جوه تخصبني حرك قدم عن التانيه. لا في يا وداد، في جوه. تحب تشوفي؟ اعلى ما في خيلك اركبه، انا معايا اللي يحميني. اللي يحميكي؟ قصدك حسن افندي؟ سيدك وست سيدك. مفيش حد يقدر يقف قدام افندينا ابدا، حتى ولا مدير المديريه نفسه. طب انا حوريك انت واللي مشغلك. ده حاجة حلوة قوي قوي، جاموس البلد حينطح. انت ظهرت يا مستخبي. قولي وين حضرة الضابط حسن؟ عامل حمى وحبيب القلب سفر. سفر؟ سفر ولا جايش اللي كواني بينه ما حيرجع تاني. ده البني ادم احياني لما حيتفرج. سفر وين؟ يفسح سنيورة افندينا سوا سوا في مأمورية خصوصي، وقالوا في الامثال اصل الخصوصي يبقى خلبوصي. انت كذاب كذاب كذاب. أنا كذاب؟
طب اشعل البيه المأمور كذاب عاد. طب اشعل الروميون بتاعك لما يرجع. ده اذا رجع مش يمكن الهوى يطوحه على بلاد بره. يسافر بلاد بره؟ خليك انت مع بلاد جوه. يا بنت الناس يا بنت الناس ما تطلعيش لفوق قوي، خليك لتحت، خليك لتحت. انا تحت قوي وتعبان قوي ومطوع قوي، وحنفهم بعضينا وحنخاف على بعضينا وحنحب بعضينا. حبك دي بسعران في ليله عتمه. سفر ويلا جايش اللي نساني، ويا ريتو حيرجع ثاني. ده البني ادم اهياني لما عيت مسخر. يدير زين. ايه ايه زين؟ قصد الضيوف يا اخوي. انا زين، انا ضيوف، انت ترقصي فقط عشان افندينا فقط. لا بمزاجي. تمام تمام. تفضلي. اعمل لك واحد ويسكي. ما بشربوش. لا لا لازم شويه مزاج. ها انا مزاجي الغنى والرقص. تمام تمام. انا لما شفتك بترقصي في الحفله حسيت اني فنانه، فنانه عظيمه كمان، وانت ممكن تبقي فيدات، فيدات كبيره جدا لو كنت انت في اوروبا. أوروبا؟ وأنا إيش حيوديني أوروبا؟ لا مش أنت تروحي أوروبا، أوروبا تيجي هنا نجا حمادي. أمانة صحيني الأحسن أكون باحلة. أنا هخليكي أحسن من بديعة. اسمعي يا أم بديعة مصابني وداد. تشاش. شوفي وداد، أنا هخلي نجا حمادي أوروبا، هطرد الفلاحين واجيب ناس، ناس من أوروبا يفهموا مزيكا، يفهموا فن. هعمل مسرح، مسرح كبير. وايه الفيديوهات ده؟ انت الفيديوهات، وكل الناس تيجي تشوفك، تيجي تشوفك وداد، تقول وداد وداد. قلبي وشوشني، قال لي ده وحشني، وان رحت اشكيله بالقوة يحوشني. بالقوة يحوشني، يا 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 بالقوة يحوشني.
لو صرفت الفلوس دي على اهل البلد الغلابة. اصرف فلوس عشان فلاح. هم سبب سعدك وحناك. فلاح لازم يكون فقير. الله عاوز كده. اذا كان الله عاوز فلاح يكون غني كان خلى فلاح غني. في اعتراضات على كلمات الله؟ ولما انت عارف ربنا يرضيك تجوع الناس وتقتل بهايمهم وتنهى بخيرهم. كذب كذب ولا كذاب كلام يقوله الولد ضابط حسن ده. مبادئ اخلاق مبادئ اخلاق ياخد ايديك يسافر معاها الاقصر. ولد العبان مش مظبوط خنزير خرزيز. بو حضرتك طلبتين اي خدمه؟ انا خايفه اقعد لوحدي. بس انا شايف انك مش صغيره عشان تخافي تقعدي لوحدك. عايزاك جنبي بطمن وانت موجود معايا. وبعدين بقى تشرب كاس؟ متشكر ما بشربوش. حسن انت ليه مش عايز تفهمني؟ انا بحبك. انت ليه مش عايز تحبني؟ لاني عايز انام. تصبح على خير. وده نفضل قاعدين كده نتكلموا في حاجات. وده انت هنا وده علشان ترقصيني فقط وده عشاني انا فقط وده عشانك انت فقط. طب وين المزيكا يا اخو؟ في الكولكسيون بتاع شوبان شوبان في اوبرا عايده. لا عايده ولا خديجه يا اخو. انا عايزه مزمار. ضربوك. بوكا بوكا. ضربك يا اخي. اديني بكا. القاهرة. اديني مدير بكا. مدير الاذاعه يا حيوان.
كمان يا اخو. الواقع يحتم عليك وعليا قبل منك ان احنا نطنش نطاطي، لان بلدنا دي وفي وقتنا ده الراس اللي بتاعها لابد من قطعها. سيداتي سادتي، نعتذر عن تقديم حديث الدكتور طه حسين، ونقدم فاصل من الموسيقى الشرقي. بكر يا بوي، ايش اللي بيقوله ده؟ هو انت صاحب الاذاعه؟ افندينا صاحب كل البلد، اذا كان عاوز حاجه يا افندينا لازم يحصل. ارقص وده ارقص. على الراجل جاموسة بدل اللي قتلتها. تديله فلوس على ايام الجوع اللي فاتت. وداد افندينا، انت مش شايفني مشغول قد ايه؟ كان الله في عونك يا افندينا، كان الله في عونك. بس في مصيبة كبيرة حصلت. ايه يا افندينا؟ شوية ايام الجاموس البلد
نطوا الزريبه وضربوا الغفر بالبلاجب وسرقوا جاموسه. ازاي ده يحصل؟ انا هحرقهم واحرق البلد كلها. انت استني هنا، ممنوع خروج. انت حيوان، اطلب مغفل مامور مركز. اطلب مغفل. حيوانات جاموس ده بندينا لازم ترجع تاني بأي شكل. يا كده يا هتترفضوا كلكم، ويا ريت عرفتوا بس. افندينا حلف براس الوالده باشا ليرميكم كلكم في السجن. طبعا انت الاول يا عمر، وبعدين بقيت رجالتك، من شيخ البلد لشيخ الغفر لكل الغفر. اباي هو انا اللي وجهت سعاده البيه حنجر الجاموسه كيف؟ فتش، اسال، دور. يعني يا سعاده البيه عايزنا كل جاموسه نلاقيها نسعى لها اذا كانت بتاعه افندينا ولا لا؟ انت بتهزر وراسك على كف عفريت يا شيخ البلد. اسمع يا عم، انت مسؤول عن اي شيء يحصل في البلد دي، وما دمت مش عارف تتصرف انا بقى اشوف شغلي. لمني كل المشبوهين اللي في البلد، عايزهم يجوا هنا متربطين، بعد ساعه واحده هيكونوا في المركز، وهوريك ساعتها بقى ازاي جاموسه افندينا ترجع له معززه مكرمه. جر بهيمه فين يا ولد الفرطوم؟ جر بهيمه فين يا مبهر؟ جر بهيمه فين يا بهيمه فين يا يا ماي يا محن؟ على مين المحنة؟ على مين البهيمة؟ فين بهيمة تفندينا؟ فين البهيمة؟ فين البهيمة؟ فين جرة جرة مفهوم؟ كل جرة جرة انا مش نبهت عليك الف مرة، ما تضربش اي بني ادم. دي اوامر البيه المأمور واني عبد المأمور، وانا بأمورك دلوقتي ما تضربش حد. يا ابوي يا ابوي يا ابوي ايه اللي بيحصل ده؟ مفيش قانون في الدنيا يقول ان استجواب المشتبه فيهم يتم بالطريقه الهمجيه دي. لاحظ يا حسن افندي ان انا اللي اديت الاوامر باستعمال الطريقه الهمجيه اللي بتتكلم عنها دي. مفيش سبب في الدنيا يخليك تاخد قرار بالشكل ده، ده شيء غير انساني بالمره. ارجوك ارجوك مفيش داعي للكلام الكبير ده. انا ترقيت على كف عفريت، يعني لو البهيمه دي ما رجعتش لافندينا مش هترقى، وجايز رتبتي كمان تنخفض. يفتيك ده وايه يعني؟ انا كمان رتبتي اتخفضت وترقيتي اتوقفت واتنقلت هنا، ومع كده انا مرتاح. عارف ليه؟ لاني ما جرتش على الناس. انت كمان لازم تكون كده. لا 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 ارجوك كفايه كده، كل واحد قدر مصلحته. حاجه تانية احب الفت نظرك اليها واعتبرها امر مني يا حسن افندي، ارجوك ما تتصلش بحد من اهل البلد او تديهم فرصه انهم يتكلموا معاك، ده مش ناقص مشاكل. اتفضل. السلام عليكم. منين يجي السلام والامان يا ولدي؟ وداد فين؟ من امبارحة في السراي. سراية البرنس؟ وللحين ما نجحت، قلبي واكني عليها يا ولدي. لا ما تخافيش عليها. لا طبعا ما كنتش مبسوطه. الضابط اللي بعته معايا قليل الذوق، كان بيتصرف معايا كاني راجل زيه بالظبط. انا مشغول دلوقتي، في مشاكل كتير في البلد لازم انا احلها بنفسي. انا كمان اتضايقت من البلد دي. خلاص تروح البحر يكون احسن، وانا بعدين حابة اجيلك. مش مهم، انا كمان جايزه اسافر باري. سلام. صباح الخير يا فندم. عرفتوا مين الحرامي؟
لا يا فندينا ما حدش راضي يتكلم كده. عبدو لازم تقول للمأمور مغفل. أفندينا بيقول لازم الجاموسة يبات في الزريبة. إذا كان جاموسة مش هيبات في الزريبة أهل البلد يدفع ثمن جاموسة. عبدو ها جاموسة يا فندينا ثمنها 3000 جنيه. ها 3000 جنيه يا دوبك. أصلها جاموسة ألف. عبدو إذا كان ثمن جاموسة مش هيجي أفندينا يحط كل أهل البلد سجن. نسوان رجالة أطفال كمان حيوانات. ها أمر أفندينا وبالقربان كمان. ها عوافي سحاسح. ايه اللي جابك؟ اتفضلي روحي مطرح ما كنتي. بتطردني يا سي حسن؟ عملت شيء يضايقك لا سمح الله؟ هقول لك ايه، ما انت غازيه. تروحي للي يدفع لك اكتر. كده؟ كتر خيرك. ما صدقتي اني سافرت ورحتي على البرنس. انا رحت له بعد ما سافرت مع السنيوره وسبت قضايا الخلق. دي ماموريه شغل. من مات السفر مع الحريمات كان شغل. انا سافرت غصب عني، لكن انت رحت برجليكي. عارف ليش؟ عشان ارجع للراجل جاموسته بعد ما سبتنا فحبسني، لكن ما طلش شعره من راسي. لا تفكر ده حق من رمى هواك في قلبي ما كدبت عليك. وداد انا خايف عليك يا وداد. انا بحبك يا وداد. وانا كمان ما يكون لي بدل القلب قلبي احبك بيهم يا حسن. خرجت من السرعه ازاي؟ هربت. كان لازم اقول لك على اللي ناوي عليها فندينا. ناوي على ايه؟ ناوي يحبس البلد برجاليتها ان ما دفعوش حق البهيمه 3000 جنيه. صار لص قطع الطريق. وداد روحي دلوقتي لاهل البلد قولي لهم ما يدفعوش. لازم يقفوا قصاد الظالم ده ويخلوه يحس انهم بني ادمين لهم حقوق وانهم مش هيوطوا راسهم بعد كده لمخلوق ابدا. ايوه. اما مطوع يقول لك ادفع يعني تدفع. ما تخلينيش المسك. ما تخلينيش المسك. انا لحد دلوقتي ما مدتش ايدي عليك. ما مدتش ايدي عليك. لسه ما مدتش ايدي. ادفع يعني ادفع معي. حرام عليهم. بعد يا دهانه يا مفتري. ايك تدفع؟ خلي في وشك دم ورجولية وقول للقاحد الظالم لا. امشي يا بت. امشي يا بت لا اضربك بالبرطوشة. بعد يا مفتري. افرد عليك الخلق. اوعد افرد. ابعد هناك يا راجل الدعنة. ابعد هناك. مالك ومال الراجل ده؟ مش عايز يدفع الفلوس ثمن جاموسة يا فندينا. فكري حتكية ابوه. لا تكيت يا فندينا. خش بيتك يا راجل انت وما تدفعلوش حاجة. ده واحد يا ولاد. حصلني على المركز. دول هيحرضوهم يا سعادة الباشا. هيحرضوهم. البت وداد ومجدور عليها حرمة. لكن حسن افندي هنعمل معاه ايه؟ هنعمل ده هو اللي مال دماغها وماليه وهيحرض كل الاهالي ما يدفعوش. اجري ابعتولي بسرعة. قول له يسيب اللي في ايده ويجيلي هنا حالا. Thank you.
اتفضل. افندي اسمع حسن افندي، انا عايزك تسافر ابو تيج دلوقتي حالا. وايه السبب؟ في مفتش من الداخليه جاي هناك النهارده، عايزك تكون في استقباله على المحطه، واذا ما جاش مش مهم وبرجع تاني، لكن المهم